بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 62. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ثم نواصل الكلام على قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. تهابنا الكلام في الحلقة السابقة إلى إسماعيل عليه السلام، وهو ابن إبراهيم أبو العرب عليه الصلاة والسلام، وإسحاق، وإسماعيل وإسحاق، وهو ابن إبراهيم الثاني. لكن إسماعيل عليه السلام كان من هاجر، وهي أمة سرية لإبراهيم تسرى بها فولدت له إسماعيل، وأسكنه الله في أرض الحجاز عند بيته العتيق. وأما إسحاق فإنه ابن لسارة بنت عم إبراهيم، وهي زوجة إبراهيم عليه السلام، فأنجبت له إسحاق، وهو جد بني إسرائيل. وإسحاق ويعقوب، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، واسمه إسرائيل. إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم الأنبياء من ذرية إسحاق، أنبياء بني إسرائيل. والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، وهم أولاد يعقوب عليه السلام 12، وكل واحد منهم جاء له ذرية، وصارت ذريته سبطا من أسباط بني إسرائيل، فأسباط بني إسرائيل 12 سبطا، قطعناهم 12 أسباطا أمما. كل ابن من أبناء يعقوب صار له ذرية يسمون بالأسباط، وفيهم الأنبياء منهم والأسباط. وعيسى وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، عيسى بن مريم الذي أجرى الله به العجائب، حيث أوجده من أم بلا والد، وأعطاه من المعجزات ما لم يعطه لغيره عليه الصلاة والسلام: يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو رسول من رسل الله عز وجل، وعيسى وأيوب ويونس وهارون. هارون أخو موسى عليهم السلام، وأيوب وهارون وهو أخو موسى عليه السلام، وسليمان وهو ابن داود عليهم السلام، وهو نبي وملك، كما أن أباه داود عليه السلام نبي وملك لبني إسرائيل. وسليمان: وآتينا داود زبورا، وهو والد سليمان عليهما السلام، الذي ذكر الله مبدأ أمره أنه كان في جيش طالوت لما خرجوا يقاتلون الملك الجبار وهو جالوت، وبرزوا له وهم على قلة، وجالوت
على عدد كبير وهو ملك كافر، تقابل الجيشان، ثم إن الله نصر المسلمين على الكافرين وقتل داود جالوت وآتاه الله الحكمة وعلمه مما يشاء، وآتينا داود زبورا، والزبور كتاب أنزله الله على داود عليه السلام، وكان مواعظ وكان مواعظ وتمجيدا لله عز وجل، وليس فيه أحكام شرعية، وإنما هو مواعظ وذكر وتمجيد لله سبحانه. وكان داود يقرأ هذا الزبور ويمجد الله تعالى فيه، وكان له صوت حسن، إذا ترنم بالزبور أجابته الجبال والطير كلها تسبح معه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في آيات كثيرة: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. إن سخر الله الجبال تسبح معه وسخر الطير تسبح معه إذا ترنم بالزبور وسبح الله سبحانه وتعالى. وآتينا داود زبورا، ثم عمم فقال: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. خص الله موسى عليه السلام بأن كلمه بدون واسطة، وسمع موسى كلامه لكنه لا يراه، لأن الله جل وعلا لا يرى في هذه الدنيا. ولهذا لما طلب موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. وهذا في الدنيا، أن البشر لا يطيقون رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لكن في الجنة يعطيهم الله قوة فيرون ربهم عز وجل كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا يضامون في رؤيته، كما صح ذلك وتواتر في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما في القرآن أيضا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة والحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله عز وجل، كما في صحيح مسلم. فموسى عليه السلام كان يكلمه الله ويسمع موسى كلامه، لكنه لا يراه، ولا يراه أحد في هذه الدنيا. وكلم الله موسى تكليما، بخلاف غيره من الرسل فإن الله يوحي إليهم أو يرسل إليهم رسولا من الملائكة يبلغهم وحي الله سبحانه وتعالى. أما موسى فكان الله يكلمه مباشرة بدون واسطة، وهذا من خصائص موسى عليه السلام، ومما أكرمه الله به دون غيره من النبيين. وكلم الله موسى تكليما، تكليما تأكيد لكلم، مصدر مؤكد، ليدفع بذلك من يقول إن هذا مجاز ليس حقيقة. فقوله وكلم الله موسى تكليما هذا مصدر مؤكد أن الكلام كان من الله حقيقة لموسى عليه السلام. ثم قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. بين الله سبحانه في هذه الآية الحكمة من إرسال الرسل، وأنها تتلخص في أمرين: الأمر الأول أنهم مبشرون ومنذرون، مبشرون لمن أطاعهم بالجنة، ومنذرون لمن عصاهم بالنار. والحكمة الثانية لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا يقولون يوم القيامة: ما علمنا، ما درينا، ما قامت علينا حجة. فالله أرسل الرسل ليقطع حجة المعاندين،
لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وهذه هي الحكمة في إرسال الرسل، أنهم مبشرون ومنذرون، وأنهم حجة الله على خلقه، لئلا يقول أحد ما بلغني شيء، ما عرفت شيئا، فإن الله لم يترك له عذرا. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.